ماشي. السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من السوق الكبير سوق شطيبة بالمدينة ديال سطات. تبارك الله الخيرات ديال البلاد. ماطيشة اللي واصل الثمن ديالها 5 دراهم، بطاطا 6 دراهم للكيلو، خيزو. هذه هي مجمل الأثمنة متتبعي قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من قلب سوق شطيبة، السوق الكبير. كتشوفوا خيرات البلاد تبارك الله. خويا بغيناك تقول لينا الاثمنه ديال كل حاجه. ما عطيتش شحال واحد الثمن ديالها. ما عطيتش دايره 5 دراهم. 5 دراهم. بطاطا 6 دراهم. 6 دراهم. خيزو 100 درهم. هذا خيزو 100 درهم. انا بالحاجه بالحاجه. كورجيت 140. كورجيت 140. كورجيت 140. وهاد القرعه الرطيليه شحال؟ 140 جاي. 140. طان الدنجال. الدنجال والفلفله 100 درهم. 100 درهم. هاد اللوبيا خويا شحال واصل؟ 10 درهم لوبيا خارة. اللوبيا دايره الثمن شويه. حاجه مليحه. حاجه مليحه. تبارك الله تبارك الله خويا. وهاد الفلفله؟ 5 درهم. 5 درهم فلفله حتى هي. هاد السفرجل؟ 10 درهم. 10 درهم. البطاطا الحلوة. البطاطا الحلوة القصبية 120. بلاتي هذه البطاطا الحلوة. 120. البطاطا القصبية 120. الباربة خويا 100. 5 دراهم. الحامض 140. الحامض 7 دراهم. دير الثمن شوية. واه حاجة مليحة. ولينا خويا هاد شيرو 100. 100. والمغمض شحال؟ 100 درهم. 100 درهم. الخيار. الخيار 100 درهم. اللف 100. اللف 100 الفوته كاملين 100 درهم. اللف الوريكي شحال داير؟ حتى هو 100. هو 5 درهم. البصله تعالى معايا. البصله البصله شنو دايره اخويا الثمن ديالها؟ الثمن ديالها مرتفع. 6 درهم. 6 درهم. حمراء والصفراء. دابا هذه الحمراء. هي هذه. والصفراء؟ هي هذه. وشنو الفرق بين الحمراء والصفراء؟ البيضاء كيديروا بها التفايه وحيت حلوه في المرقه ديالها. كيديروا بها التفايه وداك الشيء. كيديروها في العراس بزاف. في العراس بزاف. والبصله الحمراء؟ 100 درهم. 100 درهم. شليده. شليده خويا. شكرا اخويا الله يحفظك الله يكبر بك. البسباس نسينا خويا البسباس شحال؟ البسباس 120. 120. اللي كتشوفوا مجددا تدخل على الطاطا ديال القليه متتبعي قناه شوف تي في غادي نشوفوا هذه البطاطا ديال القليه يعني. 160. 160 نباتيه يعني. ديال الفريت. ديال الكريت. ديال الفريت. على هذه البطاطا ديال اللي كيستعملوها في الفريت يقولوا البطاطا النباتيه اللي كيف ما كتشوفوا الاثمنه ديالها. وهاد القرعه خويا شحال دايره الكيلو؟ 10 دراهم. تبارك الله الخيرات ديال البلاد موجوده. بالنسبه للاثمنه الاثمنه متتبعي الاثمنه متتبعي قناه شوف تي في من خلال هاد البث المباشر اللي كيف ما كتشوفوا يعني الاجواء يعني شفرون المغمض مغمض البسباس. تبارك الله كاين الخير اخويا البسباس اللفت الابيض اللفت الوريكي هذا اللفت العادي اللفت الاصفر اللفت الاصفر الخيار الباربا هذه
البطاطا القصبية، البطاطا الحلوة، بغيت نسولك على الثمن ديال الخضرة، شو اللي طالع شوية دابا؟ مشينا اخويا على حسب السلعة ديالها، دابا مثلا الكراكوش من 4 دراهم حتى 140، من 4 دراهم حتى 140، اه وتبارك الله راه القرعة الكورشيط راه مليحة، مليحة رقيقة شوية، رقيقة ما غليضاش، كتكون رقيقة كتكون مزيانة، مزيانة، أما الغليظة كتكون شوية، الخضرة كلها اللي كتكون مزيانة، تخيزو حتى هو، تخيزو مليح، ديال كيكو هذا، ديال كيكو، جيت إفران، آه، تبارك الله. كتشوفوا مجددا متابعي قناه شوف تي في مباشره من السوق الكبير، هذه مجمل الاثمنه ديال الخضر، اللوبيا هذه اللي واصل الثمن ديالها 10 دراهم، الدنجال تبارك الله الخير موجود في البلاد، الخير موجود في البلاد، البطاطا الحلوه، البطاطا القصبية، الباربا، الشيفرون، الأثمنة راه كتختلف كل منطقة، هنا بالنسبة للمنطقة ديال الصفات اللي هي منطقة فلاحية، هذا المغمض، البسباس، البصلة. كما كتشوفوا مجددا المتابعين القرعه هذه القرعه الدكاليه، هذه دول الاثمنه ديالها، البصله هذه البصله البيضاء، كاينه البصله الحمراء. كنشكركم مجددا متابعي قناه شوف تي في مباشره من السوق الكبير، كان هذه مجمل الاثمنه ديال الخضر اللي صبحات هاد الصباح بالسوق الكبير بالمدينه ديال الصفات، اللي تبارك الله يعني الخيرات موجوده، تبارك الله. كنشكركم مجددا متابعي قناه شوف تي في من خلال هاد البث المباشر من قلب الصفات، السوق الكبير، سوق الشطيبه المعروف اكبر سوق كاين بالمدينه ديال الصفات. كنشكركم مجددا متابعي قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر، والى اللقاء في بث مباشر اخر، تحياتنا للجميع.